ملف تصحيح الأجور يدور في حلقة الكباش السياسي تحت عناوين اقتصادية قانونية أبرزها الخلاف على بدل النقل، لكن الخطوة الأخيرة أي العودة إلى الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يبدو أنها الصيغة الأقرب إلى التنفيذ، لا سيما وأن طرفي الإنتاج لمسا إيجابية خلال جولتهما على الأطراف السياسية. فهل يعيق اعتراض وزير العمل وهيئة التنسيق النقابية مسار هذا الاتفاق؟ الاتفاق موضوع بدل النقل مكسب من 15 سنة ما ممكن نستغنى عنه. الحل قالوا بمشروع قانون مجلس نواب، اثنين المشروع منه محطوط تحت نسب مئوية وتشطير، محطوط تحت مبالغ مقطوعة ما بين مشروع الدولي. هلأ بالنهاية إذا بدنا يعملوا توفيق بينه وبين مشروع الوزير شرب النحاس بالسياسي يعملوا اتفاق، نحن بالنهاية منا ضد أي اتفاق بيصير، بس ياخد بعين الاعتبار هالملاحظتان. هل يكون الحل بصيغة قانونية من مجلس شورى الدولة متفقا عليها سياسيا يناقشها مجلس الوزراء وتحفظ ماء وجه الجميع ولا سيما وزير العمل؟ لأنه من الناحية الاقتصادية هي لا غبار عليها، إنما في بدل النقل يلي بعد بده كان إخراج قانوني. فمن هون أنا بتعجب شوي من موقف هيئة التنسيق النقابي، اللي أنا بالفعل كنت باللجنة المؤشر وسمعت أنا ما طلبون أساساً ترتكز على الأجور العالية، وهن كانوا عم يحرصوا على 300 ألف، ما 300 ألف مأمنين هون. فإذاً وأنا بدي أقول إنه مكانه محفوظ بهالوثيقة، مثل ما عم بقول إنه كاحل أخيل هو بموضوع بدلة النقل. أنا بتكل على مجلس شورى الدولة ووزارة العمل والمعنيين إنه نلاقي هالنقطة القانونية مشان تا ينفذ وخلص نرتاح ونريح كل العالم. بقى سبق وقلنا إنه لا رجعة على الاتفاقية. هيئة تنسيقية، هيئة روابط معلمين وأساتذة ما لهم مطرح بهذا الموضوع. والخلاف مع وزير العمل يبدو منه كمان مبارك بعد الاتفاق. لا، الموضوع مش مسألة خلاف مع وزير العمل، فيه رؤية مختلفة. بدل النقل هو اتفاق رضائي من 95، هذا مش ثغرة قانونية. نحن اللي اتفقنا عليه مع أصحاب العمل إنه هو أحسن ما توصلنا عليه خلال تفاوضاتنا. يوم الأربعاء سيعقد لقاء مع لجنة المؤشر، فهل يكون الاجتماع المخرج السياسي اللائق للأجور أم يبقى ملف الأجور ومعه المواطن رهينة الخلافات السياسية؟